معانا واحد من اللي قدروا ان هم يحطوا بصمتهم في الدوري الممتاز الموسم ده ويقود فريقه طبعا للبقاء في بين الكبار في دوري الاضواء. معانا الكابتن الكبير طبعا كابتن رضا شحات. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هاني. رضا ازيك كابتن؟ اخبار حضرتك؟ وحشني. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله. منورنا طبعا في البيت الكبير. وذكرياتك بقى مع النادي الاهلي ان شاء الله ومانويل جوزيه وان شاء الله مستقبلك والفتره الصعبه فتره طبعا كورونا وازاي اشتغلت فيها طبعا كل دوت هنتكلم عليه. بس معانا تقرير عن كابتن رضا شحات ده. وبعد ما نرجع من التقرير هنتكلم على ملفات كتيره جدا مع الكابتن رضا. رضا شحاتة واحد من النجوم الذين مروا على تاريخ القلعة الحمراء واكتسبوا المجد والشهرة من الانتماء للكيان الأحمر العريق، كما عاش مع المارد الأحمر الفترة الأجمل في مسيرته الكروية وخلد اسمه في ذاكرة الجماهير بهدف لا ينسى في مباراة 6-1 على الغريم التقليدي الزمالك يوم 16 من مايو عام 2002، حيث كان صاحب الرصاصة الأولى التي فتحت باب الانتصار الكبير للمارد الأحمر على أبناء ميت عقبة بنصف دستة أهداف. ومضغوط على بلال وهوب والهدف الثاني. ديبوركير. ولد رضا شحاتة في 24 من يناير عام 1981 وعرف طريقه للتألق في صفوف فريق المنصورة العريق، ومنه انتقل إلى النادي الأهلي في عام 2000 في صفقة أثارت جدلا كبيرا حينذاك نظرا للموهبة اللافتة التي كان يتمتع بها لاعب الوسط المهاجم ودخول الزمالك طرفا في صراع الفوز بتوقيعه. لكن اللاعب فضل الانتقال إلى المارد الأحمر خاصة بعد أن حسمت الأمور تماما بزيارة الأسطورة محمود الخطيب للمنصورة من أجل إنهاء الصفقة بنفسه، ليشعر رضا شحاتة بالفخر الشديد وينتقل للقلعة الحمراء ويبدأ في كتابة حكاية جميلة مع كوكبة من نجوم هذا الجيل. بدأ رضا شحاتة مشواره بقطاع الناشئين بنادي المنصورة في سن 11 سنة، وحينما بلغ 16 من عمره مثل الفريق الأول للمنصورة عام 1998. وفي عام 2004 رحل عن المارد الأحمر حيث انتقل لصفوف إمبي، كما لعب لناديي الاتحاد السكندري والجونة. وعلى صعيد المنتخبات القومية مثل رضا شحاتة المنتخبين الشباب والأولمبي لفترة طويلة، وكان واحدا من أفراد الكتيبة الذهبية التي حققت الإنجاز الأعظم في تاريخ كرة القدم المصرية بالفوز ببرونزية كأس العالم للشباب عام 2001 بالأرجنتين مع المدرب القدير شوقي غريب. وبعد اعتزال كرة القدم لاعبا اتجه رضا شحاتة للتدريب وحصل على دورات تدريبية لتأهيله، ثم تولى تدريب فريق مواليد 1998 بنادي الجونة، ثم مدير لقطاع الناشئين في النادي، وبعدها انتقل للعمل بقطاع الناشئين في وادي دجلة قبل أن يعود مجددا إلى الجونة مساعدا للمدير الفني ثم مديرا فنيا للفريق. ودائما ما يعتز رضا شحاتة بالفترة التي قضاها في النادي الأهلي ويؤكد أن النادي الأهلي دائما خيره على الجميع، ولولا لما وصلنا إلى أي شيء. برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب طبعا بالمدير الفني فريق الجونة كابتن رضا شحاتة. برحب بك تاني. عايز اتكلم بقى من لحظه التتويج خلينا نقول، وطبعا لاول مره يتم هذا التتويج بدرع الدوري في ملعب الاهلي بيه. السلام. يعني مبروك طبعا النادي الاهلي على الدوري. ان شاء الله نبارك النادي الاهلي على بطوله افريقيا اللي جايه باذن الله، وده الهدف الاساسي لكل الاهلاويه. يعني يمكن الدوري خلاص احنا عارفين ان الدوري محسوم من بدري والموضوع بالنسبه لنا منتهي، ولكن بطولة أفريقيا هي الأهم لجمهور النادي الأهلي. وأنا بعتبر نفسي من جمهور النادي الأهلي قبل ما أبقى منتمي إن أنا شاركت أو لعبت في النادي. أنا واحد من جمهور النادي الأهلي وعيلتي كلها أهلاوية، فإحنا بنتمنى طبعًا إن بطولة أفريقيا إن شاء الله تبقى من نصيب النادي الأهلي الفترة اللي جاية. طبعًا الاحتفالية حاجة جميلة جدًا وحاجة مشرفة، ووجود مؤمن زكريا في وسط زمايله كانت حاجة مهمة جدًا.
تكريم احمد فتحي كان حاجه مهمه جدا بتدل على النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي اللي احنا نعرفه، ان اللعيب مهما كانت قراراتك هي صح او غلط او دي وجهه نظرك تحترم، ولكن ما بتدخل في الاطار السليم النادي الاهلي بيحطك في احسن حته وبيحطك في البرواز، لان انت في الاول وفي الاخر انت محسوب على النادي الاهلي. فطول ما انت بتعمل الصح احنا نعمل معاك الصح اكتر وبزياده. فدي كانت لقطه مهمه جدا، يمكن من اهم اللقطات اللي انا شفتها في المباراه خروج احمد فتحي في التوقيت ده عشان نكرمه ونخرجه بشكل يليق بنادي الاهلي وطريقه النادي الاهلي مع الناس اللي بتتعامل معاه بنفس الاسلوب. احنا في الاهلي دايما بنتكلم، احنا في الاهلي بنتكلم بطريقه مختلفه شويه، والناس بتبقى شايفانا متحيزين. احنا مش متحيزين، احنا بنقول الواقع اللي احنا عشناه كلنا كلعيبه. النادي الاهلي مختلف في التعاملات جدا مع اللي بيتعامل مع الاهلي بطريقته. لو هتخرج بره الاطار بتاع النادي الاهلي فالنادي الاهلي هيتعامل معاك بنفس اطارك. وحتى على المستوى الفني كمان يا رضا، اما بنتكلم لو بيقول لك ايه، لو النادي الاهلي جاب لعيب وما دخلش في الترس حتى على مستوى الفني وعلى مستوى النظام على مستوى الالتزام، الالتزام يعني دايما النادي الاهلي حط تحتها الالتزام. لو انت لعيب مش ملتزم مش هتقدر تمشي في النادي الاهلي بمعنى صح، ولو انت لعيب امكانياتك قليله وملتزم ممكن تمشي في نادي الاهلي والناس كلها تتعامل معاك ان انت ابن من ابناء النادي. انت ابن من ابناء النادي. انا دخلت النادي الاهلي وخرجت منه ما عنديش مشكله في النادي الاهلي. دخلت النادي الاهلي كان كام سنه يا رضا؟ 18 سنه. 18 سنه. منتخب شباب. قبل بطوله كاس العالم. قبل كاس العالم انا رحت الاهلي وبعد كده لعبت كاس عالم. فالاحداث الداخليه في النادي الاهلي ما حدش يقدر يتكلم عنها غير اللي عاش جوه النادي الاهلي. احنا عشنا جوه النادي الاهلي وشفنا التعاملات وطريقه التعامل مع الكويس ومع اللي مش كويس. الاطار هو انت عشان تبقى مبسوط في النادي الاهلي وتاخد احسن حاجه وافضل حاجه من النادي الاهلي لازم تدخل في الاطار النادي الاهلي. مش هتاخد احسن حاجه لو انت مش ماشي في الاطار ده. ملخص النادي الاهلي عشان ما نقعدش نتكلم في النادي الاهلي ليه مختلف او مش مختلف، يعني قصه واضحه وصريحه. احنا في اطار محطوط في النادي الاهلي، اللي بيدخل فيه بيبقى من افضل ناس ويوصل لاعلى انجازات في تاريخه وفي حياته. مش هتدخل في الاطار مش هتوصل لاي حاجه في النادي الاهلي. فهي دي الفكره وده ملخص. فانا كنت مبسوط جدا بموقف احمد فتحي الاخير في المباراه اللي فاتت. طبعا تواجد مؤمن واهتمام الكابتن الخطيب بيه كان واضح حلو يعني. يعني بتبقى حاجه بتسعدك طبعا. يعني يمكن حاجات من مميزات الكابتن الخطيب اللي انا بحبها على المستوى الشخصي، من اهم مميزاته ما بشوفوش مكشر. يعني ما شفتش كابتن خطيب قبل كده في وقت حتى في عز ازمات ما بشوفوش زعلان او دايما في وشك بيضحك، دايما في وشك بيبتسم، بيجي يسلم عليك. دي مهمه جدا. انت لعيب ممكن تبقاش موجود في النادي ولكن لو قابلته في اي مكان بيديك قيمتك ويديك احترامك ففي حاجات صغيره كده احنا بنفهمها. غير لو حد تجاهلك انت بتتضايق كلاعب كوره. انا كنت موجود في نادي لو حد تجاهلني لا الموضوع ما بقاش حلو. فهو عنده الحته دي ان هو دايما الضحكه على وشه ودايما الدنيا سهله ودايما هادي. فدي حاجات كلها ده كل ده مميزات كمان. خلي بالك رغم الضغوط، وانت كنت لسه بتكلم معاك على كان موسم استثنائي، يعني كنت بتكلم معاك على موضوع الجون هنجيله هنتكلم عليه، لكن احنا بنتكلم في جزئيه النادي الاهلي ان موسم استثنائي بشكل كبير جدا. انت عارف الضغوط حتى على مستوى مجلس الاداره، وكان في بعض الحاجات اللي كانت تقلق شويه. رغم كده ان النادي الاهلي كان ماشي بسكه اعتقد كانت مميزه جدا من خلال فايلر ومن خلال موسيماني، وارقام قياسيه كبيره جدا. شفت كل السنه ديت. طبعا انت كنت مشغول مع الجونه، لكن شفت النادي الاهلي ازاي السنه دي في السنه الاستثنائيه دي. انا شفت فايلر في البدايه كان هايل جدا، بدا هايل مع الفرقه ومركز جدا مليون في الميه. عشان كده كان في اداء، كان في اداء لنادي الاهلي واضح وسيطره، اداء ونتيجه واستقرار وهدوء وكل حاجه. ولكن بعد كورونا انا حسيت ان فايلر ما بقاش مركز. ودايما احنا بنشوف ان المدير الفني لو فقدت تركيزك 10% هيبان على الفرقه، وده اللي حصل ده وجهه نظري. هو بدا يركز في حاجات جانبيه او حاجات اهتمامات تانية، ما بقاش مركز في الفرقه بس، فبدا يبان على الفرقه. فكان لازم يبقى في تدخل من اداره النادي الاهلي، وده اللي حصل. ودي حاجه ايجابيه وحاجه مهمه وتحسب للنادي الاهلي. ليه مدير فني تاني بشخصية مختلفة تماما، بمناخ مختلف، بفكر مختلف، وواضح شغله مع النادي الأهلي وواضح التأثير على اللعيبة. ودايما أنا بشوف إن أهم مميزات المدير الفني
لغه الحوار او التعامل بينه وبين اللعيب اهم من الملعب. فانا شايف ان في بينهم بين اللعيبه وموسيماني في حته الحب والتفاهم دي موجوده، فدي اللي هتساعده الفتره اللي جايه ان يبقى الامور بالنسبه لهم اسهل والاستيعاب. يا كابتن هاني طبعا لعيب الكوره، لعيب الكوره لو هو مش مقتنع بيك او مش بيحبك مش هينفذ لك اللي انت عايزه، فانت الخسران الاول والاخير. ده صحيح. فدايما انا بشوف ان هي كيميا كان عاملها فاير في البدايه كان عاملها كويس، ولكن خسرها في مؤخرا بعد الكورونا لما بدا يركز في حاجات خارجيه. انت مدرب كوره او انت لعيب، لو انت حتى لو انت لعيب لو خرجت بره تركيزك انت بتفقد على الاقل 60 70% من تركيزك، بتفقد مجهودك وبتفقد امكانياتك. حقيقة. نفس الكلام في التدريب، هي واحد فهو بدا يفقد ده، فكان لازم ان النادي الاهلي يتدخل وحصل ده عشان تلحق الوقت. والحمد لله ان لحقنا قبل ما ندخل بقى في قبل النهائي والنهائي افريقيا ان احنا عايزين البطوله دي. يعني لعيبه النادي الاهلي لازم تبقى فاهمه ان الموضوع ده منتهي، يعني موضوع البطوله السنه دي منتهي، مفيش بين البنين يعني الموضوع خلاص. بطوله من نوع خاص كمان يا كابتن، بالظبط بطوله بالزبط. من كل على كل المستويات طبعا، كورونا، الناس اللي عندتك، الناس اللي ضغطت يعني مش الناس، احنا الظروف، احنا في الاهلي احنا عندنا متعودين في الاهلي عندنا ما عندناش ظروف. هنحط الظروف على جنب، ماليش دعوه. مش هتقدري تقولي للناس ان كان في ظروف، ما حدش هيقبل ده. انا بقول للعيبه لان انا عارف النادي الاهلي الاداره بتفكر ازاي، واللعيبه كمان عارفه الكلام ده، ان ما حدش هيسمح نحط اي شرط او اي مبرر ان احنا لا قدر الله يبقى في مشكله. طيب. لا احنا البطوله دي لازم، موضوع خلاص ان شاء الله. مدير فني دلوقتي حاليا لجونه، بس انا عايزه اتكلم عن المركز بتاعك ده مع طبعا لاعب نص المهاجم، مع اللعيبه الحاليه في الاهلي، وليد سليمان، قفشه، شحات، قيمت ادائهم الموسم ده ازاي خاصه في وجود موسيمين؟ لا بصي، هم كلهم ماشيين بشكل كويس، ولكن هو الطبيعي في الكوره ممكن لعيب اوقات يقل شويه ويعلى شويه، ده موجود. بس هي الفكره ان الناس ما بقتش بتستحمل حد، ودي بقت صعبه، لان لعيب كوره في الاول وفي الاخر ممكن وقت ابقى هايل، ممكن وقت لازم اقل، ولازم يعني في متغيرات. الضغوط زادت شويه رضا عن زمان الميديا طبعا، يعني بكلمك على الضغوط. انت عشت برضو، انت راس حربه مميز، واول ما جه الجون بقول لك ده 6-1، قال لي انت فتحت الليله يعني. بدري يعني. فالضغوط زادت عن زمان شويه. انت كنت ممكن زمان، مش زمان بتكلم فترات يعني ما كنت بلعب، لا يعني بتتكلم خلال العشر سنين اللي فاتت، حاسس ان الضغوط على لعيب الكره زادت بشكل كبير؟ طبعا الضغوط حتى شكلها اختلف، يعني شكل الضغط بقى مختلف. شكل يعني ايه شكل الضغط بقى مختلف؟ انا في الاول كان بيبقى فيه جمهور، فممكن وانت في الملعب لو بصيت باص غلط الجمهور بيروح عامل لك حركه كده، تبدا تقلق، طب انا مش عايز ابص التاني غلط. ده كان ضغط علينا، ولكن ما كانش في اعلام طول الوقت بيضغط عليك. انما دلوقتي انا من بعد المباراه شغاله لتاني مباراه، انت بتتهاجم، ممكن تفضل تتهاجم لحد المباراه اللي بعدها، فكل دي ضغوط. الموبايل مع اللعيب طول الوقت، فطول الوقت بيسمع الكلام اللي بيتقال، واحنا حتى طريقه النقد وطريقه التوجيه بقت فيها شويه عصبيه، وبقى حاجات بتضايق اللعيب، بتخرج عن النص. انا شايف ان دايما لازم ننتقد ونتكلم بموضوعيه، عشان خلي بالك ان انا في النادي الاهلي، انا مشجع النادي الاهلي. النهارده لو بنتقد لعيب في النادي الاهلي لازم انتقده بحدود، لان ده اللعيب بتاعي بمعنى اصح، فلازم طول الوقت ابقى مخليه في الفورمه اللي هي 100%. خلي بالك انتقادك لما بيبقى معدي شويه وانت بتقلل من اللعيب بتاعك بتفقده تركيزه، بتفقده اثر على العمل النفسي اللي احنا دايما بناكد عليه قبل البدني. طبيعي ان اللعيب ممكن يقل، ممكن توجهه له ان فكره ان انت لا، انت المفروض يبقى عندك احسن من كده، غير لما تقولي له لفظ يقول لك لا طب انا مش عايز العب. حاسس يعني بتتكلم على مروان شويه. انا اتضايقت صراحه يعني فتره مروان. بتتكلم، انا حاسس انك يعني تفتكر الفتره ديت والانتقادات اللي كانت على مروان. طبعا كانت عاليه وطريقتها صعبه جدا لاي لعيب، مش لاي لعيب، لاي بني ادم عادي. يعني خلي بالك ان الكلمه اللي بتتقال لاي حد في الشارع مهمه جدا، سواء كلمه طيبه او كلمه مش كويسه، بتاثر بشكل كبير جدا على اي نفسيه اي بني ادم. الكلمه، ودايما اقول الكلمه مهمه جدا، فخلي بالكم من طريقه كلامكم مع بعض. لو حد قال لك يلا برافو معاك واحنا في ظهرك، هيبقى هيقدم احسن ما عنده. لو انتقدته بطريقه عنف مش هيديك احسن حاجه. فانا دايما بشوف ان الطريقه كانت مع مروان صعبه جدا، الطريقه والهجوم
انا برضو بلوم على الاهلاويه، مش هلوم على اي فرقه تانية. طبيعي ان اي حد تاني ممكن ينتقدك عشان هو عايز يقللك، انما انا كاهلاوي لا، مش هنتقده كده عشان انا محتاجه، انا محتاجه يبقى في احسن حاله، انا محتاجه يبقى في احسن وضع. فعشان كده بقول دايما جمهور النادي الاهلي اقف في ظهر لعيبتك، ولو في انتقاد لازم يبقى انتقاد ايجابي يزقه لقدام، مش للهدم. صحيح. فدايما بقول ان جمهور النادي الاهلي لازم الحته دي في الفتره كمان اللي جايه دي، مش عايزين ندخل في سكك في حاجات كتير تطلعنا بره تركيز البطوله. احنا عندنا بطوله مهمه جدا عايزين ناخدها، يبقى دايما كلنا في ظهر الفرقه، مش عايزين نخرج في حاجات جانبيه تطلعني بره قصه الهدف الاساسي اللي انا عايز اوصل له السنه دي. صحيح. كنت تتمنى الماتش يتلعب يوم 6 بدل 27؟ اه يعني المباريات ورا بعض افضل من ان انا هتفرق شويه طبعا. طبعا انا ما اعرفش الفتره دي ايه اللي ممكن يحصل الفتره دي. الفتره اللي جايه تقريبا دلوقتي في بعض اللعيبه واخده راحه، وبعدين في اللاعب الدولي بينضم للمنتخب. انا شايف ان بعد المباراه اللي فاتت يلا كده. يعني كانت هي يعني يلا كان دلوقتي الموجه كانت عاليه بمعنى صح، والكيرف عالي. انت حضرتك مدير فني وعارف ان فكره ان انا بكسب ريتم او بكسب ريتم مباريات معين، ببقى عايز العب اطول فتره مباريات في الوقت ده عشان هي دي الفتره الاحسن بالنسبه لي، وانا كمان فعايز اكسب بقى. فهي بتبقى كده، بتبقى يعني احنا بنستنى الوقت ده. يعني ممكن تلاقي الفرقه معايا بتشتغل عشان توصل للكيرف ده، عشان اوصل للكيرف ده، ولما اوصل للكيرف ده عايز العب اطول فتره مباريات عشان افضل اكسب. صحيح. فكانت فرصه كويسه جدا ان احنا ناخد الريتم ده، ولكن برضو اللعيبه اللي موجوده انا شايف ان هي تقدر تعمل خاصة تحافظ على رتمها ده لحد وقت بالظبط، لان العلاقه بين المدير الفني واللعيب دايما مهمه جدا جدا جدا. فاتوقع ان هم في علاقه كويسه، والاستمراريه في العلاقه دي هتدي نتائج افضل واحسن. وكمان على مستوى الدولي اعتقد معظم لعيبه النادي الاهلي لعيبه دوليه، وبالتالي انت بتتكلم خلاص يعني يمكن خدوا راحه يومين ثلاثه وبعدين هيبدا على المستوى الدولي الماتشات يدخلوا على طول، ويرجع من الماتشات هيبقى ناقص تقريبا اللي هو يوم 17 يعني التجمع يوم 19، ف الموضوع هيبقى فيه اسبوع. فاعتقد الفتره يا كابتن هاني تعرف لعيبه الاهلي ما فيش حاجه اسمها راحه، يعني من هنا لهنا لهنا على طول كله ورا بعض، بيلعبوا 3 4 سنين ورا بعض. اه ممكن تاخد 4 سنين 5 سنين. انا فاكر منتخب شباب انا 5 سنين ما فيش راحه، اهلي منتخب ما فيش حاجه اسمها راحه، يعني من هنا لهنا على طول. فلعيبه الاهلي متعود على كده، ما فيش جديد يعني بالنسبه لهم يسكر، يعني على طول ما فيش حاجه اسمها راحه. يعني رجعت لنا المنتخب الشباب و ذكريات جميلة طبعا. انت من طبعا. الناس اللي يمكن الاجيال هنفضل نفتكر ان في جيل خد ميدالية على مستوى العالم، وكانت في ظروف اعتقد برضو كانت صعبة. اشرح لنا الفترة ديت وتألقك فيها بشكل جيد جدا، وازاي الفترة دي فترة الكاس العالم فرقت معاك جدا على مشوارك كلاعب. يعني بص يا كابتن هاني، اهم حاجه في اللقاءات دي ان انت بتاخد منها مواقف تفيدك بعد كده في شغلك وفي حياتك، الخبرات بمعنى اصح. انا دايما بشوف ان الخبرات بتتاخد من اول ما تبدا تلعب منتخب مصري. يمكن منتخب مصري شويه احتكاكه اكتر شخصيه مختلفه غير اللعيبه بالظبط، شخصيه مختلفه، فبتاخد منه خبرات مهمه جدا. فالمنتخب الشباب في وقتنا الاهم ميزه كانت عندنا ان يعني كابتن شوقي غريب اول ما بدا يختار من الاقاليم، ما اختارش خالص من الاهلي ولا الزمالك. كان عندنا كان حسام غالي تقريبا وجمال حمزه من الزمالك اثنين بس، والباقي كله ما لوش علاقه باهلي وزمالك. بدانا بعد كده لما بدانا نلعب بدانا نروح اهلي وزمالك من خلال المنتخب. العلاقه كانت كويسه جدا، قعدنا حوالي 5 سنين مع بعض. كان يعني في علاقه طويل. مترابطه قويه جدا، وكنا بنعمل معسكرات كتير، فده عمل حته التماسك والترابط من بعض يعني. حتى في المباريات يعني احنا كنا بنخاف على بعض، يعني ما ينفعش انا حد يعني محمد شوقي ما يترقص وانا واقف، يعني او رضا يترقص ومحمد شوقي يعني بعده يغلب هنا نشوفها كده قصه عيب، يعني ما ينفعش انت تسيبني كده. فبدا الموضوع من هنا يعمل حته القلب دي. القلب ده موجود وعندك عناصر مميزه واحد واثنين مميزين، فتقدر تعمل اي نجاحات. ففي كاس العالم سبب النجاح حته التكاتف والترابط اللي كانت موجوده، وعلاقه كابتن شوقي بينا كانت مهمه جدا في الوقت ده. انا دايما بشوف دايما ان اي نجاح بيحصل في اي فرقه دور دايما على العلاقه بين المدير الفني واللعيب. دور دايما على علاقه المدير الفني واللعيب. النادي الاهلي في احسن فتراته مانويل جوزيه دور على علاقه المدير الفني واللعيب، ابو تريكه بركات متعب علاقتهم بجوزيه. بس دايما دور على ده. دي كلمه السر في الكوره، دي وجهه نظري، سواء مدير فني اجنبي او مدير فني مصري، دور على العلاقة اللي بين المدير الفني واللعيب دايما. كلمنا شوية انت بتعمل ايه مع النهاردة الجونة، كلمنا عن مشوارك التدريبي ده بعد الاعتزال.
يعني بصي، هو الفكره برضو اشتغلت على ده، حته العلاقه، حته العلاقه اللي بيني وبين اللعيب. دايما اللعيب لو قدرت توصلي ان العلاقه بينك وبين اللعيب توصل للعلاقه الاسريه، يبقى انت نجحتي. بمعنى انا ما عنديش لعيب ما اعرفش قصته. يعني ما ينفعش يبقى عندي لعيب في النادي ما اعرفش ايه حياته، والدته، والده، بيته، ظروفه العائليه، لان هو دايما طول الوقت في مشاكل. طب ممكن لعيب عنده والده تعبان وعنده ظروف معينه، فلازم ابقى عارف. انا لازم ابقى عارف، لان انا لازم هراعيها. هراعيها في ايه؟ هراعيها في تمرين، في وقت تمرين ممكن يبقى ما نامش كويس عشان عنده مشكله في البيت، فاراعي ده في تمريني. هي كل ده في الاول وفي الاخر بيصب في حته التمرين، في وقته. ما ينفعش اقول النهارده ان انا امر الناس كلها زي بعض وعندي لعيب ما نامش كويس عشان عنده ظروف في بيته، عشان والده. واي حد فينا بيحس ان انت واقفه جنبه في ازماته بيبقى عايز يعمل لك اي حاجه، فهي فالعائد كله برضو في الاخر بيلف ويرجع لك كمدير فني. فهي الحاجات دي كلها حاجات صغيره الناس ممكن تكون شايفاها مش مهمه، انا بشوفها مهمه جدا، خاصه يعني في مصر. يعني لو بنتكلم اللعيب المصري محتاج الايموشنال ده، محتاج محتاج ان حد يكون بيدخل جوه حياته ويحس انه قريب وكاخ، ولكن بمسافه، لان في برضه في بعض اللعيبه بتفتكر ان المسافه قلت فيبدا الامور تخرج شويه عن السيطره. فيعني كلمنا عن المشاكل اللي مرت بيها الجونه خلال وانت كنت بتكلم معاك. هي الامور اصلا صعبه، لكن الجونه عندها امكانيات كويسه، كان في لعيبه لا بأس بيها، لكن نبص في نهاية الدوري بنلاقي أن الجونة في موقف كان صعب جدا، ويمكن بتنهو دايما يمكن السنة دي والسنة اللي فاتت في مراكز لا تليق بإمكانيات الجونة نفسها أو فريق الجونة على مستوى المادي أو المستوى الفني. أنا دايما يا كابتن زي ما قلت لك، أنا شايف أن الجونة عملت مباريات كويسة جدا. يعني دايما بيلومونا ان احنا بنعمل مباريات قويه قدام فرق كبيره، بس كبيرة. لا، احنا بنعمل مباريات قويه قدام كل، يعني بنسبه 80%، لان في مباريات انت حضرتك عارف ان في حاجات بتبقى اوقات غصب عنك، يعني الريتم بيقع ما بتقدرش ترجعه زي الاول، ولكن بنسبه 80% المباريات كلها بنفس الريتم. ولكن في مباريات انت بتبقى شايفها وفي مباريات ما بتبقاش شايفها. يعني اهلي وزمالك طبيعي انت تتفرج عليهم، ممكن ما تتفرجش على مباراتي انا مع الجيش مثلا او انا مع سموحه مثلا، مش هتشوفها. فدايما الناس تلوم وتقول ان انتوا بتلعبوا احسن. لا، احنا بنلعب في ماتشات كتيره جدا كويس قوي، ولكن ممكن يبقى التوفيق مش موجود. ولكن اللي انا شايفه ان الفتره اللي فاتت الجماعيه ما كانتش بالشكل المطلوب. يعني ايه الجماعيه؟ كان اللعيبه بتعتمد على الشغل الفردي اكتر، ان حاله اللعيب النهارده كويسه هو اللي يقدر كويس يعمل لك الحاله. ما كانش في حته الجماعيه بالشكل المناسب للعيب. شويه برضو الاجانب في مصر مش متعودين على اللعيبه، مش متعودين على الريتم بتاعنا. يعني ايه؟ لا يمكن اخد فكر حد اجنبي بيشتغل بريتم بوقت زمني بوقت للتمرين مثلا، ان اللعيبه مش واخده على ريتم المدرب الاجنبي بالظبط، ما بيبقاش واخد عليه، لان هو بيبقى جاي مثلا حاطط ان اللعيب في اوروبا بياخد اقدر احط له تمرين ساعه. لا، هو هنا احنا في مصر ما اقدرش اديله ساعه، لان التكوين الجسماني بتاعه لا ما يسمحش، النوم بتاعه ما يسمحش، لان يعني اللعيب عندنا مش بتنام في وقت بدري زي اللعيب في اوروبا. فطبيعي لما تيجي تدي التمرين هنا وهنا لازم تنزل هنا شويه، تنزل بالتمرين شويه، عشان اللعيب لو فضلت ماشي معاه بالريتم بتاع اوروبا اللعيب يقع منك هنا في مصر، لان هو ما يقدرش يستحمل ده. فدي حاجات ممكن تكون بتاثر شويه في الشكل. العلاقه كمان ما كانتش احسن حاجه، علاقة المديرين الفنيين والجهاز واللعيبة ما كانتش في أفضل حالتها. ده اللي خلاكوا تخسروا نقاط كتير مع أنكم قدمتوا عروض قوية زي ما أنت قلت. ما أقدرش أقول إن ده سبب رئيسي، ولكن دي حاجات أنا كنت شايفها. يعني ممكن تكون في أجزاء، ولكن العامل في الأول وفي الآخر التوفيق. أنت بتقدري توصلي، يعني في مباريات كتيرة جدا بنوصل وما فيش توفيق. صحيح. فهي دي ده العامل، ولكن أنا بشوف دايما إن العلاقة في تقدري تحط تمرين قد ايه وقته قد ايه مع نوعيه اللعيبه اللي معاكي، لان احنا حتى في مصر هنا لما بنيجي نشتغل بنشتغل بشكل جماعي. احنا شويه انا في الجونه في الوقت اللي احنا فيه الاخير بنشتغل بشكل، نبدا نشتغل بشكل فردي. يعني ايه فردي؟ مجاميع. ما ينفعش احط كله مع بعض، لان هو العامل البدني كلهم شبه بعض. بس ده رضا تفاوت بالظبط. لازم بتبقى اكيد بتعمل قياسات قبليها عشان تعرف الجروب دوت. يعني في معد بدني وسيم تونسي بالظبط، هو بيحط كل جروب قريب من بعضه علشان يشتغل برتم معين. يبقى ما ينفعش يا كابتن هاني حضرتك عارف طبعا، ما ينفعش ان انا احط كل الناس شبههم، الناس مش شبه بعض، العامل البدني كله مش شبه بعض. فاحنا بناخد اقرب مثلا خمسه بادائهم مع بعض،
خمسة خمسة، وبعد كده تبدأ تشتغل جماعي في شغل التكتيك، ولكن شغل البدني لازم يبقى مختلف. طبعا احنا كنا طبعًا زمان بنشتغل بدني كلنا مع بعض، فممكن انا مش قادر بالظبط صف واحد ما ينفعش. فاحنا في حاجات صغيره في الكوره بدات تظهر في اوروبا وكده، فاحنا بنحاول نشتغل عليها ان الموضوع يبقى فيه تخصص شويه. حتى الشغل التكتيك دلوقتي ما بقاش جماعي بس، ده بقى لا فردي كمان، خطوط يعني طبعًا في خطوط وفي حاجات فرديه وحاجات محاضرات لوحده. يعني اعمل محاضره الخط الظهري بس طبيعي، وبعد كده اعمل في نص الملعب، وبعد كده اعمل الناس. يعني الموضوع بقى فيه تفاصيل كتيره، ولو انت عندك وقت يعني عندك وقت طويل قوي تقدر تشغله في لا صحيح. هو الموضوع يعني هو المدرب بيبقى مش زي لعيب الكوره، المدرب يومه 24 ساعه انت بتفكر في بتحضر تدريب، وبعد ما تخلص تدريب بتشوف ايه اللي حصل في التدريب وبتبدا يعني يوم المدرب قصة كبيرة. قصه كبيره. انا كنت فاكر ان الموضوع هيبقى اسهل من كده، لقيت الموضوع لا ده فيه تفاصيل كتيره من اول ما تبدا التمرين لحد ما تنام وتصحى تاني يوم تبدا تفكر بشكل تاني، وهتعمل ايه والغلطات ايه وعايز تشتغل ازاي. طب احنا بنلعب مين النهارده؟ طب هشتغل عليه ازاي؟ طب انا بلعب الاهلي، هلاعب الاهلي زي ما بلاعب الجيش؟ اكيد لا، دي طريقه ودي طريقه. لعبت الاهلي وفاز الاهلي بصعوبه، ما انت النهارده بيتقال عليك الاهلي به يعني. لا بص، سواء يعني الماتشات الكبيره دايما بشوف ان هي مش محتاجه تحفيز، يعني مش محتاج ان انا اجيب لعيب اقول له خلي بالك ده احنا هنلاعب، مش محتاج، هو اوتوماتيك. انت بكره هتلاعب الاهلي وتسيبه بسيبه بقى خلاص، هو بيبقى يعني جاهز نفسيا وبدنيا ومستعد ونايم كويس وعامل افضل حاجه عشان يبقى شكله كويس. انت لو انت بقى بتدي له حاجات صغيره ما تضغطيش عليه، لان لو ضغطت عليه وقلت له خلي بالك هو احنا محتاج، لا يقع منك، فهو متحفز جاهز ما بيبقاش محتاج تحفيز. احنا بنشتغل على حاجات الخطوط العريضه في الحاجات التكتيك بس مش اكتر. ده كويس. وخلينا نرجع شويه بقى اللي انت بتتكلم على علاقه اللعيبه او بالمدرب او بالاجهزه الفنيه، علاقه مهمه جدا، وجبت سيره جوزي. كلمنا عن القصة، كانت برضو من خلال رؤيتك انت كنت ماشي ازاي، كنت شايفها ازاي؟ انت بتتكلم على بوتريكا وبركات ووائل جمعة، انا كنت عارف ان هو بيعملهم بطريقة مختلفة شوية، طف يعني زيادة عن اللزوم يعني في اوقات معينة. كنت شايف الفترة دي ازاي على مستوى الفني تعامل جوزين مع اللعيبة، وكمان على مستوى رضا شحاتة في الفترة دي كنت واصل فين للمستويات، وادائك كان قد ايه مع النادي الاهلي وبطولاتك؟ يعني كلمنا كواليس النادي الاهلي شويه. يعني بص يا مستر مانويل، عنده حته حلوه جدا. يعني يمكن انا يعني انا برضو يعني الفكره دي كان عجباني من وانا بلعب، ان هو عنده حته هو اللي هيشيلك وهو بيهزر، وهو اللي يعني هيبهدلك لو عملت حاجه غلط، وبيعمل الاثنين. ازاي كمدير فني تقدر تعمل دي؟ لو عملت دي تنجح. صعبه لو عملت دي تنجح، معادله صعبه، معادله صعبه جدا. في وقت انا بهزر معاك ونقعد يعني هو في وقت من الاوقات انا شفته شايل حسن، كان حسن مصطفى بيلعب في نادي الاهلي شايله على كتفه وماشي بيه في الملعب، وشايفه برضه هو بيطرد حسن، فهو شايله يعني على بعد الماتش يعني بعد التمرين، بعد التمرين بيهزر معايا، عمل تمرينه حلوه يعني ايوه بالظبط بيهزر معايا بعد التمرين. في وقت تاني بشوف يعني انا شفت الحالتين ولازم في الحالتين اللعيب يحترمك. طبعا لازم في الحالتين اللعيب يحترمني، وانا بهزر معايا زي ما انت عايز، اكننا اولاد صغيرين بنهزر مع بعض، وفي نفس الوقت احترام واضح باباك لو في الغلط. لو عملت دي هتنجح، لو قدرت توصل ان اللعيب يبقى عارف ان انت امتى تشد وامتى الموضوع مختلف، لا اللعيبه بتنجح. يعني انا يمكن في موقف مع حد من اللعيبه مش عايز اقول اسمه يعني، فكان بيقول لي ايه، بيقول لهم الحق هزروا معايا قبل ما يبقى مدير فني. ايه يعني ان انا كنت مساعد مدرب عام، قلت لهم لان في يعني مدرب حاجة ودي حاجة. مدرب عام غير مدير فني، موضوع مختلف تماما، لازم ابقى هنا بحاول بتلم الدنيا اكتر، بلم الدنيا بالظبط كده، وانا مدير فني لا الموضوع مختلف. فهو بيقول لهم يعني الحقوا هزروا معايا قبل ما يبقى مدير فني. فعجبتني ان هو عنده وصله له ان تبقى ان انت واصل لك ان لما ابقى مدير فني يبقى في شغل تاني، لما ابقى مساعد هيبقى حاجه، لما نقعد بره بقعد عادي جدا ونقعد نهزر ونضحك. فانت لو عملت انا اتعلمتها منه الصراحه، هو عنده الحته دي كويسه قوي، يعمل الاثنين. اكتر واحد كان يتخانق معاه كان ابو تريكه مثلا. ابو تريكه يعني في مباراه يعني يقول له انت النهارده زيرو. زيرو ابو تريكه النهارده زيرو، والماتش اللي فات كان مكسر لك الدنيا. فاللعيب في مصر لو عمل مباراه كويسه بيفضل عايش عليها وقت طويل قوي، هو يقول لك لا استنى انت خلصت النهارده اقفل اللي بعده. ايه تقييمك النهارده؟ لا زيرو ما عملتش حاجه، وخناقه بقى يعني يعني كمان بتون صوت يعني. طبعا يمكن من الحاجات برضو كان اكرم توفيق معانا في الجونه،
فبيقول لي هو انت ما يعني ما بيعجبكش حاجه؟ يعني دايما بتقف على حاجه صغيره، ما انا ممكن ابقى طول الماتش كويس قوي بس في حاجه صغيره فانت واقف لي عليها. تقول لا ما ينفعش تغلطها على الحاجه الصغيره، لان ممكن يبقى رصيدك اللي انت عملت بنيه طول المباراه ده رصيد كويس، تعمل حاجه صغيره تبوظ لك كل اللي انت عملته. ده اللي انت اتعلمته من جوزيه وبتحاول تطبقه مع اللعيبه النهارده في الجونه. ايه تاني من الحاجات اللي اتعلمتها من مستر مانويل بتحاول تطبقها على اللعيبه؟ هو جريء جدا في تغييراته. يعني هو عنده وجهه نظر، يعني كان دايما يعني انا في مباريات لعب بسبع رؤوس حربة سرعه في الملعب، ما كنتوش بتستغربوا رد فعله؟ انا سالت انا هو اشتغل معايا في دجله، اشتغلت فتره في دجله، فسالته اول ما رجع مستشار فني في دجله، فانا سالته قلت له في وقت انت كنت بتلعب بسبع رؤوس حربة ايه اللي يعني بتفكر؟ قال لي بص هي الفكره كلها انت في مدير فني يعني فرقه، فانا بنزل راس حربة هو بينزل سيرد باك، فنزل راس حربة هو ينزل سيرد باك، فانا هنزل سيرد باك ليه؟ يعني هو بيقول لي انا بنزل يعني اهاجم وهو بيدافع، انزل يعني هو لو قرر مره ان هو يهاجم اكيد انا هغير سيستمي عشان انا بلا يعني، انما هم بلاقيش حد بيدافع فبهاجم بكل اللي عندي. وبعدين عنده فكره ان انت التغيير بتاعك لو كسبت هتبقى احسن مدرب في العالم، ده ولو خسرت يبقى انت ما عندكش فكره. بالظبط بتاعت المدربين دي بتبقى انت حظك يعني، ممكن ينزل كده. اول ما ينزل يجيب جول او يجي فيه جول. بالظبط. فهو عنده برضو حتة دي، فانا عندي حتى يعني قرارات تغييراتي ما يعني مقتنع فيها مليون في المية، ما برجعش فيها. فدي من الحاجات اللي هو برضو كان بيبقى شاطر فيها تغييراته. طيب ملف المنتخب شايفه ازاي؟ وتاني حاجه لبعض الاختيارات احنا ما بنتقدش، يعني انا زي ما قلت يمكن المدير الفني ليه حق الاختيارات في كل حاجه، المدير الفني للمنتخب هو ليه حق الاختيارات، لكن احنا بنتناقش وبن يعني غياب مثلا حسين شحات ده للاصابه، لكن مروان ما كانش رغم تألقه الفتره الاخيره مش موجود في قائمه الكابتن حسام البدري. كلمني عن القائمه وكلمني كمان عن ماتشين توجو اللي جايين. بص يا كابتن انا دايما بشوف ان يعني مدرب المنتخب قرارك، ده قرارك في الاخر، احنا في الاول وفي الاخر احنا بنقول وجهه نظر. صحيح. ولكن في الاخر اللي بيكمل او اللي بيمشي هو المدير الفني. يعني انت اختياراتك دي او اختيارات اي مدير فني انت هتتحاسب عليها، انا الوحيد اللي هحاسب عليها في الاخر بمعنى اصح. بالظبط. فهو انا شايف ان كابتن حسام البدري ليه وجهه نظر، يمكن احنا مختلفين في جزئيه ان ممكن لعيب ما بيلعبش فيبقى موجود في المنتخب، دي ممكن يبقى فيها يعني لازم نتكلم، يعني لازم يبقى فيه رمضان بقاله فترات طويله ما بيلعبش، بقاله اكتر من سنه تقريبا. فوجهه النظر هنا انا كمدرب ما اقدرش اتكلم فيها، لان مش عارف انت فكر يعني هو فكر فيها بأني زاويه، لما اقدرش اتكلم فيه. قرارك بس، قرار المدير الفني دايما انا اللي بشيله، يعني المدير الفني دايما خد اللي انت عايزه واختار اللي انت عايزه، اكيد انت هتتحمل المسؤوليه. فأتوقع أن كابتن حسام البدري أكيد فكر في الموضوع ده كتير جدا قبل ما ياخد خطوة زي دي، وبقول له يعني الفترة اللي جاية مش هتستحمل أي حاجة، مش هتستحمل أي نتائج غير أن أنت تكسب المباراتين اللي جايين مهمين جدا ليك، وأتمنى لك التوفيق. احنا كلنا في ظهر منتخب مصر ولكن هي احنا بنتكلم في حتة أن اللعيب ما بيلعبش فما يبقاش يعني طبيعي أن هو مش هيبقى موجود، ولكن ده قرارك احنا بنحترمه وبنتمنى لك التوفيق، ولكن الامور بالظبط كده، الامور كلها انت في الاخر اللي هتحاسب على الاختيارات دي. مش حد حضرتك عارف بقى بالظبط. طبيعي ياما حاسبنا كتير يعني كلنا بالظبط. هي هتبقى معايا في الاخر، نتمنى طبعا التوفيق كل حاجه، يعني ده منتخب بلدنا واحنا عايزين الفتره اللي جايه ان شاء الله، وزي ما انت قلت ماتشين صعبين يعني جدا، يعني انت مطالب بالست نقط وده جد. اصعب ماتش يبقى عندك لازم مباراه وهتسافر وبعدين ترجع في ظروف صعبه جدا، تجمع بكره مع عدد كبير من اللعيبه، وكمان ما عملناش استعداد كمان، يعني ما كانش في استعداد الفتره اللي فاتت عشان اللي حصلت عشان الدوري يكمل، فدي برضو هتاثر يعني لو انت شايف لا هتاثر، هتبقى فيها تاثير. فالاختيارات مهمه جدا 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 للجاهزيه والناس اللي هتبقى موجوده معاك، هتبقى الامور مش سهله ان شاء الله، بس هتعدي ان شاء الله وتبقى الامور ان شاء الله باذن الله قادرين انها تعدي بشكل كبير جدا. ويعني هرجع تاني لجزئيه كان نفسي اسالك فيها من فتره طويله، عديت ازاي ماتش الارجنتين بعد ما اتغلبتوا 7 في كاس العالم للشباب
رجعت ازاي في فتره بعديها بثلاث ايام واديته اداء ووصلته للدور قبل النهائي؟ يعني انت ضحكت اول ما قلت لك خدتك على تانية طول خالص. رجعت تاني رجعت تاني للاحداث. يعني يمكن برضو الكابتن شوقي عمل فيها الوقت ده حركه برضو يعني من الحاجات اللي في دماغي تفضل برضو كمدرب معايا في علامات كده في طريقه كنت تفضل معاك في يعني انا بقيت دلوقتي في نفس مكان فبشوف المواقف كلها اللي عدت عليها من كل المدربين مش كابتن شوقي كل المدربين المواقف المؤثره او اللي كان ليها تاثير مع الفرقه معايا يعني معايا طول الوقت. فانا فاكر ان يعني طبيعي انت خسران ماتش كبير وكاس عالم وكان عندنا طموحات كبيره وتحس ان الدنيا كلها اسود الدنيا صعبه الدنيا كلها اكن احلامك كلها خلاص مفيش حاجه. فجأة مدير انت مستني بقى مدير فني رد فعل اللي احنا متعودين عليه بقى وازاي ومشي لا لا مفيش الكلام ده خالص بالعكس طلعوا الشنط وانزلوا عشان هنخرج. نخرج فين؟ بقول له يا كابتن نخرج فين؟ كنت كابتن الفرقه قلت له هنخرج فين يا كابتن؟ قال هنخرج نغير جو. فانا مش مستوعب يعني ايه نغير جو؟ المهم نزلنا وخرجنا فرد الفعل ده خلانا تعيد تاني تفكر تاني لا ده ايه ده الحركه دي لا ده انا لازم بقى المباراة اللي جاية دي لازم نشد ولازم. فجف في المحاضرة اللي هي بعد قبل الماتش اللي بعده على طول كنت هتلعبوا مين بقى بعد الأرجنتين؟ فنلندا تقريبا فنلندا فقال لنا بصوا هو في حل من اتنين عشان تقريبا هو كابتن شوقي ما كانش في محاضرة لأن هو في حل من اتنين يا إما نخسر الماتش ونرجع بالسبعة دول وتبقى خلاص الجيل ده انتهى يا إما لازم نعدي كان في جيل قبل كده وصل لدور الثمانيه لازم نعدي دور الثمانيه تكسر ريكورد لازم تكسر الرقم ده يا اما هترجع بالسبعه دول تبطل الجيل ده كله هيبطل يا اما تعدي دور الثمانيه ما عندكش حلول ثانيه اختار من الاثنين وانتوا شوفوا انتوا هتعملوا ايه بس وانزلوا الملعب طبعا انزلوا الملعب نقلتنا في حته ثانيه خالص يعني ما اتكلمش يعني معاكم فني ما ادالكمش تعليمات ما قال لكم بس وكابتن شوقي كان عنده الحته دي كويسه بيعرف عملتوا ايه بقى بينكم وبين بعض سيبنا لا بينا وبين بعض احنا بينا وبين بعض كويس جدا احنا بينا بننزل في الملعب محدش بيتكلم التاني يعني محدش يقول للتاني اضغط يعني انا عمري بقى. انا خمس سنين في المنتخب الشباب والمنتخب الاولمبي بتاعنا مفيش حد قال لي اضغط ولا انا قلت لحد اضغط يعني ما حد احنا اصلا لوحدنا شغالين محدش كل واحد عارف مسؤوليته بالزبط. كل واحد فده ده كان ناجح عشان كده وهو كان كابتن شوقي حاطنا في حته ان منتخبكم وانتوا احموه بمعنى اصح فهو كان عاملها كويس يعني الصراحه نتمنى طبعا الحاجات مين من المدربين اللي انت لما بتفتكر ان في فتره من فتراتك وانت بتلعب انه جه مثلا عليك في وقت من الاوقات دلوقتي بتفتكر له لا ده كان صح هنا بتعذره حتى يمكن يعني يمكن الموقف كان جوزيه برضه يعني برضو. الموقف انا يعني اختلفنا هو كان عايز يلعبني في مكان وانا مش حابب كنت بلعب باك رايت عايز يلعبني باك رايت انا عمري ما لعبت باك رايت فبقول له انا يعني ما بعرفش العبها ومش عارف اعمل ايه يعني قال لي لا طب جرب في التمرين وشوف المهم جربت في التمرين فتمام ومقتنع ما عندوش مشكله خالص فقلت له طب انا هلعبها بس بشرط ما تجيش بعد كده تحاسبني عليها ما تزعليش تحاسبنيش عليها صحيح لان انت مهما عملت الدور ده ممكن اعمله فتره مؤقته انما استمراريه انا ما اقدرش ادافع طول الوقت ده يعني ما اقدرش العب الحته دي فالمهم قال لي تمام خلاص المباراه الاولى ما عادي عدت بعد كده بدا يدخل معايا بقى ان انت لا انت لعبت كذا ماتش يعني مجرد ماتش ولا لا ده هو كان عايز يلعبني في وقت من الاوقات ليبرو مين كان بيلعب قدامك بقى عايز يلعبني ليبرو في الوقت ده كان في وقت من الاوقات ليبرو انا لعبته كان معايا سيد عبد الحفيظ كان باك رايت وانا كنت بلعب هاف قدام سيد عبد الحفيظ الاول فبعد كده انا عايز يلعبني باك رايت فانا مش يعني لا انا مش هلعب باك رايت وطلع سيد قدامك فانا ما اعرفش العب مش هعرف العب قلت له ما تحاسبنيش عليها وبعد كده قال لي ماشي وبعد كده لقيته بيحاسبني قلت له لا ما احنا متفقين ان هو مش هينفع يعني كان دي من المواقف الغريبه ولكن برضو انا زعلت من ايه ان المدير الفني اوقات بيبقى شايف فيك حاجات ممكن تبقى تفيدك على المستوى اللي قدام البعيد ولكن في وقت اللعب ما بنبقاش عندنا المرونه ولا النضج ان انت تقدري تستوعبي الكلام ده فدي كانت من المواقف ان بتعمل كده مع لعيبتك دلوقتي ممكن تكون شايفه في مركز معين هو طبعًا. مش شايف نفسه فيه انا من الناس اللي المباراه نفسها وهي شغاله بغير فيها اربع خمس مرات من جوه التكتيك نفسه بيتغير مش من بره
يعني من بره دي بعد الشوط الثاني، ولكن طول الوقت والمباراه شغاله بتقعدي تغيري، لان خلي بالك انت ممكن تبداي بشكل اللعيبه حالتها، في لعيب يبقى حالته كويسه وفي لعيب لا، فممكن تغيري في شكل الفرقه من جوه وانت شغاله وانت بتلعب، فدي مهمه جدا ان انت دايما تبقي عايشه. حتى يعني في ناس تقول لي انت ما بتاخدش رد فعل في الماتش خالص، يعني يقوم يدخل فيا اجيب جول ما فيش رد فعل، انا ما بعملش رد ولا صوتك بيعلى ولا بتنرفز ولا بتضحك خالص. بس في بعض اللقطات وبعض اللحظات برضو ده، يعني انا يمكن اشتغلت بره شويه كمدير فني في اوروبا، حتى المدربين صوتهم ما بيبقاش عالي قوي زي مصر، لكن بيقول لك في مصر لو ما كنتش واقف على دماغ اللعيب وبتتكلم طبعا ممكن جدا يهرب منك او يهرب من تركيزه. ف اللغة الحوار بينك وانت على الخط بينك وبين اللعيبه اتعلمتها برضو من جوزيه، كنا بنشوفه جوزيه ساعات بيقعد وساعات بيروح، كان عصبي جدا. لا انا بحب بس كان بيقعد ساعات يعني طبعًا. بس يوم ما يقوم بقى لا، انا واخد قصه تانية شويه. انا شايف ان المدير الفني او اللي بيقود مجموعه طول ما هو هادي وناقل للعيبه الهدوء ده بيدي ثقه للمجموعه افضل يعني. فانا واخد الشكل ده الجزئيه ان انا ماليش ردود افعال خالص دايما. طب انا جبت جول، طب هحافظ عليه ازاي؟ اول حاجه بتيجي في بالي اول ما تجيب جول هحافظ عليه اوتوماتيك، انا هحافظ عليه ازاي؟ طب هعمل ايه؟ طب دخل فيها جول، طب هعمل ايه عشان اعوض؟ انا طول الوقت كده، اي رد فعل بيحصل او اي موقف بيحصل اوتوماتيك بروح مد اوردر ان في حاجه تانية هتحصل، هتعمل ايه؟ فعلى طول الوقت ما بلحقش اخد اي رد فعل في اي موقف. هم حتى طب احنا كسبنا، طب اي حاجه اقول لهم لا، يعني سيبونا انا في العالم بتاعي يعني. فانا بشوف ان الهدوء بره بيدي هدوء يعني بيدي احساس للعيبه بالهدوء، ولكن طول الوقت لازم تقعد تنادي تتكلم وخلي بالك يعني دي برضو موجوده، لان انت برضو يا كابتن عشان تبدا تحط شكل وتقعد على الدكه مستريح الناس تنفذه لا محتاجه وقت. لا واحنا الوقت اللي مسكنا فيه مش سهل ومش ما خلاص. خلي بالك موضوع ان المدير حتى شفنا في اوروبا، يمكن في اوروبا ما كانش المدرب بيقف كتير على الخط، ما كانش بيقف، دلوقتي بقى بيقف. بنتفرج على كاس العالم زمان كان ما فيش حتى منطقه فنيه، يعني المدرب قاعد دلوقتي لكن دلوقتي لا بيزقوا. في البريمير ليج بنشوف كل المدربين على الخط وبتتكلم، فبقى اسلوب طبيعي جدا ان اللعيب يحس انك عايش المباراه معايا طبعا. هي الفكره كلها ان انا يعني عشان اوصل لحته ان عندي اليه في اللعب، في حاجه الاليه في اللعب دي ان انا بحفظ وهيغلط وتحفظ تاني، تفضل تحفظ وهيزهق مني ويبقى طبعا مش طايق التمرين، ولكن في الاخر لما هيحفظ ويعملها اوتوماتيك انت خلاص هنا دورك هيبدا يقل، تعليماتها تقل، انا هستريح بعد كده. في الفكره كلها ان انا بقعد احفظ كتير عشان خلاص انا اوصل لحته معينه خلاص هو حفظ الموضوع، بيبقى عايز تبني حاجه تانية تقدر تبنيها بعدين. انا بتكلم الكلام ده محتاج وقت، واحنا الوقت اللي فات ده كان صعب جدا. الوقت اللي فات ده انا كنا بنلعب كل 3 ايام، تحفيظ ايه هتحفظ ايه؟ لا بدني ولا تكتيك، الامور كانت صعبه في الفتره اللي فاتت. فالوقت عامل الوقت كان مهم جدا، ولكن الامور كانت في الوقت اللي فات ده كانت الامور صعبه جدا جدا. وطول الوقت انا مرعوب ان لا قدر الله حد يجيله حاجه، يجيله كورونا او حاجه، يبقى انت بتتكلمي في 4-5 لعيبه فجاه مش معاكي، فكان الموضوع كان هيبقى صعب جدا على اي مدير فني. منتشره ومفيش حاجه ما تقدريش تحكميها، ولو لعيب واحد خلاص يبقى انت في الامور بالنسبه لك هتبقى صعب. اشتغلت في فريق الشباب وقطاع الناشئين في الجونه بشكل كبير ومباشر. الاستراتيجي بتاعت قطاع الناشئين ليه ما شفناهاش ان انتم مثلا بيبقى فيه على الاقل 3-4 اولاد من القطاع نفسه طالعين؟ جزئيه القطاع الناشئين دوت ماشيه ازاي في الجونه وخاصه الشباب، يعني مرحله اللي هو الفريق الثاني بمعنى اصح؟ يمكن المباراتين في الاخر اللي احنا لعبناهم في ناس بدات تشارك، انا عندي عبده وعندي زياد، ده من فرقتك اللي كنت ماسكها، دول من الناشئين الصغيرين طلعوا معانا المباريات اللي فاتت. بدانا ندخل مجموعه، عندنا 2 كويسين جدا مع كابتن ربيع ياسين في منتخب الشباب موجودين معانا في الدرجه الاولى، ان شاء الله السنه اللي جايه هيبقوا موجودين معانا. ده 2001 لعيبه كويسه، ولكن محتاجين ياخدوا ريتم الدرجه الاولى عشان يعني انت عارف قصه الناشئين، يعني شويه تمرين شويه مش بنفس كفاءه الدرجه الاولى، فهي محتاجين شويه خبره كده بالظبط كده، يعني مش خبره قد ما هي يعني العامل البدني في الناشئين غير الدرجه الاولى. الشغل البدني هنا غير هنا خالص، رتم التدريب بالسرعه بالظبط، فكل ده هيبدا هو يعلى معاك، فيبدا انا اتوقع معانا
ان شاء الله على شهر واحد ممكن يبقوا موجودين بشكل اساسي كمان في الفرقه. اتوقع ده ان شاء الله يعني اللعيبه عندها امكانيات كويسه. القطاع شويه يمكن ما كانش بالشكل الـ 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 الكبير يعني يبقى مساحته اكبر للفرق واللعيبه. فلا ان شاء الله الفتره دي هيبقى بشكل احسن وافضل نقدر نختار منه نادي الاهلي. يعني مين اللي عاجبك بقى في انت شفت 3 4 لعيبه او 5 لعيبه في موسيماني زق 4-5 لعيبه بشكل كويس يعني. شادي انا كنت موجود في النادي الاهلي في لجنه التعاقدات في وقت يعني انا شفته من بدري يعني شايفه ان هو لعيب كويس جدا جدا عنده امكانيات هايله. برضه لما ياخد الريتم والدرجه الاولى والمباريات والاحتكاك هيبقى حاجه. موسيماني اداله اعتقد في ماتش بيراميدز تقريبا نزل اخر ربع ساعه وده كان ماتش يعني بتكلم على شخصيه كمان الولد ما كانش خايف يعني بيلعب قدام بيراميدز انت يمكن لا. كمان شفته بشكل افضل شويه ومتابعه فعنده كمان شخصيه النادي الاهلي. عنده شخصيه وعربي بدر عربي بدر مع المباريات انا بقول لك هيبقى احسن نص ملعب في مصر يعني مع رتم مباريات النادي الاهلي والمجموعه والتمرين انا عارف التمرين في الاهلي يعني حضرتك عارف تمرين النادي الاهلي عامل ازاي المجموعه اللي جوه بتتمرن بشكل ما حدش بده فرصه لحد يفكر يعني فالريتم هيختلف هيفرق معاه كتير طبعا. واحنا بننهي الفقره دي ونهايه البرنامج دلوقتي عايزاك توجه كلمه للجمهور حوالينا الضغط اللي بيتعرض ليه النادي الاهلي من اشاعات لمواقف لكذا اي حاجه متوقعه حتى في الفتره اللي جايه احنا مش هنبطل نتكلم يعني اي حاجه متوقعه في الفتره دي تحديدا كلمه توجهها لجمهور النادي الاهلي يعني في الفترة دي ايه؟ جمهور النادي الاهلي عايز اقول له احنا النادي الاهلي. احنا النادي الاهلي. دعمك طبعا مهم جدا للجمهور يعني احنا بدون جمهور زينا زي اي حد. يعني الماتشات طعمها وحش قوي اكيد من غير جماهير. والله يا كابتن ما لهاش اي لازمة الصراحة. حاجة صعبة جدا. احنا من غير جمهور النادي الاهلي الامور بتبقى صعبة جدا، صعبة جدا. لعيب جوه النادي الاهلي حاجة. وبره نادي الاهلي حاجه تانية خالص وده سبب جمهور ان الجمهور طول الوقت ضاغط عليك وطول الوقت حاطك في وضع مسؤوليه فده انت دايما بشوف ان جمهور نادي الاهلي هو اللي يقدر يخلي النادي الاهلي رقم واحد وهو اللي يقدر يعمل لك ازمات برضو جمهور نادي الاهلي فعشان كده بقول طول الوقت اي حد يشدنا في سكه خناقات وفي سكه ان انا اطلع بره التراك بتاعي لو سمحتوا مش عايزين نمشي في السكه دي احنا عايزين نمشي دايما في ظهر النادي النادي الاهلي النهارده واخد دوري بيلعب نهائي بطولة افريقيا وموجود في كاس مصر ايه المطلوب تاني ان شاء الله يحقق التلاتة انا قصدي انا ماشي في الخط السليم لا قدر الله لو انا بره الخط نبدا نتكلم انما انا دلوقتي ماشي في خط سليم مش عايز حد ياخدني في اماكن حاجات فرعيه وابدا التركيز اللعيب بيتكلم وده بيقوله لا احنا بنتحامى في جمهور نادي الاهلي ودايما انا اقول الكلمه دي النادي الاهلي خيره على الجميع ونادي الاهلي فوق الجميع فوق الجميع فوقنا كلنا كنادي اهلي وخيره على الجميع دي خيره علينا كلنا ان اسمائنا كلها يعني من النادي الاهلي صحيح. فدايما بقول ان انتوا خليكوا دايما في ظهرنا خليكوا دايما سند لينا خليكوا دايما الدرع والحمايه للعيبه النادي الاهلي الدرع والحمايه للعيبه النادي الاهلي ودي مهمه جدا 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 سواء لعيبه جهاز فني جهاز طبي انتوا الحمايه بتاعه المجموعه بتاعه النادي الاهلي فاتمنى ان انتوا دايما تبقوا موجودين دايما في ظهر النادي الاهلي وحمايه ليه من اي حد يبدا يدخل يكسر في الجزئيه دي عشان يبدا يدخل لك يعمل لك مشكله فانا لا ان انا بحمي لعيبتي فمحدش يقدر انا متاكد ان شاء الله بس احنا ماشيين على التراك الصح فنحافظ على البطولات اللي احنا ماشيين فيها وعايزين نحميها بان احنا ما ندخلش في حاجات جانبيه تطلع لعيبتنا بره تركيزها. شكرا جزيلا. كابتن رضا شرفتنا ونورتنا وكنت سعيد برؤيتك وان شاء الله بالتوفيق في الفتره اللي جايه. حبيبي ربنا يخليك. شكرا جزيلا. حبيبي كابتن ربنا يخليك. دي كانت طبعا نهايه حلقتنا انتظرونا بكره ان شاء الله في البيت الكبير من 10 ل 1 تصبحوا على خير.